اجى ترند الدي سي. ترند الدي سي الله يصبحك بالخير. يا صباح الورد، كيف امورك؟ تمام الحمد لله، كيفك شاف؟ تمام، شو اخبارك اليوم؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. سلمون مفيد صح؟ اكيد. احنا بس ما راح نحكي على سلمون، بس اجمالا هو سؤال هيك يعني، بس طبعا مفيد وفيه نسب عاليه جدا من الاوميجا 3 وزيوت السمك المفيده، فهو ضروري انه الف الف وضع 100% الف الف خلص. والاهم نعرف كيف نطبخ سلمون، لازم صح. كمان نعمل سبوت على هذا الموضوع. طبعاً. تمام. طيب انا جهزت لك مقدمه عشان الاول. قد يبدا الجسم بالانتفاخ لا بسبب السمنه لا بسبب السمنة بل لمجرد الإصابة بحالة تسمى احتباس السوائل. ما هي هذه الحالة؟ اوكي كيف بالله المقدمة؟ زي زمان لما كنا بحصة العربي نقدم. ما انا عشان كتبتها على طيب صحيح. احتباس السوائل بالجسم. في ناس فكر حالها نصحت، بس هو احتباس سوائل بالجسم صح؟ شوف هذا موضوع كتير شائك. أوكي. ومعظم الأشخاص للأسف اللي بشوفها بتحاول تتهرب من فكرة إنه وزنها زاد، بيقول لك أنا ما زدت وزن، أنا عندي احتباس سوائل. أوكي. ومعظم الأشخاص كمان اللي عندها عن جد مشاكل باحتباس السوائل ما بتكون عارفة، وبتفكر إنه لا أنا زاد وزني ما عندي احتباس سوائل. فاليوم رح نحكي بشكل مبسط كيف بنقدر نعرف إذا عن جد الجسم فيه سوائل محتبسة، وشو هي الطرق الغذائية العلاجية اللي ممكن ألجأ لها لأقلل من هاي الاحتباسات. شو احتباس السوائل مبدئيا؟ أوكي، بشكل عام احتباس السوائل هو وجود نسب أعلى من السوائل من الطبيعي، وعادة هاي السوائل بتحتبس بالإكستريميتيز بالأطراف، والسبب الرئيسي اللي هي الجاذبية. الجاذبية بتنزل هاي السوائل. أوكي. فبنشوف إنه الاحتباس أكثر إشي بيكون بالكفين أو بالقدمين. بتكون تضغط على إيدك أو رجلك بتحس إنه زي البالون. زي البالون بالضبط. ففي بيكون في عندي بيعلم اليد، بتعلم القدم، بتعلم الرسغ إنه في عندي، واضح إنه في عندي احتباس سوائل. تمام. الأشخاص المعرضين أكثر للإصابة بمشاكل احتباس السوائل هن أولاً الأشخاص عندهم مشاكل في الضغط ولكن uncontrolled، غير محكم نسب الضغط بالجسم. ثانيا الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلى، الكلى غير قادرة على فلترة السوائل المكتسبة على شكل يومي. ثالثا الأشخاص اللي بتستهلك كميات مهولة من الملح، فأنا باكل نسب ملح كتير كبيرة، وتعويضا عن الملح جسمي بصير يمسك بالمي لأنه بده إشي يدوب فيه هذا الملح. كمان السكر بيؤدي إلى احتباس سوائل جزئي بالجسم. وأخيرا زيادة استهلاك النشويات، لأنه كل جرام واحد من النشويات بيحبس 3 جرام من المي. فالأشخاص اللي أغذيتهم مليئة بالنشويات عادة بيميلوا أنه يكونوا محتبسين السوائل بشكل أكبر. شغلة وعامل رئيسي بيأثر على احتباس السوائل بالجسم اللي هو الحركة. لما أنا ألاحظ حالي ما بتحرك لفترة طويلة، مثل إحنا مثلاً قاعدين لفترات طويلة، بنشوف إنه إجرينا تنفخوا، بنشوف إنه الإيدين بلشت تتنفخ. لأنه الجسم بصير يخزن السوائل يعني بتطلع السوائل من الخلايا إلى الأكسترا سيلولر فلويد، فبصير في عندي شكلها على شكل احتباس السوائل. كمان الأشخاص معرضين للضغط الدائم مثل السفر الدائم، ركوب السيارة لفترة طويلة، كمان بصير في عندهم احتباس سوائل. هاي مسبباته. صحيح. هاي مسبباته. هسا أنا كيف بدي أعرف إنه أنا لا انا عندي احتباس سوائل؟ طبعا لا سمح الله يعني مش أوكي. مصحان أوكي. شو الاعراض اللي لازم اشعر فيها عشان اعرف انه لا انا عندي احتباس سوائل؟ تمام. بشكل عام بنشوف باحتباس السوائل انه الشخص عنده نسب ادرار البول غير كافيه. اوكي. ثانيا بيكون اللون البول مائل الى اللون الغامق اكثر من اللون الفاتح. تمام. ثالثا حتى لو بيشرب مي كثير مثلا، ما هو اذا بيشرب مي كثير ما حيصير في عنده احتباس يعني. هذا اللي بدنا نحكي تمام. فيه اوكي. طيب. ثالثا بيكون في عندي انتفاخ بالمناطق، يعني انا اليوم بقدر البس خاتمه بسهوله، بكره بفيق الصبح ما بقدر انه يفوت بايدي. اوكي. رابعا بشوف انه في عندي الكاحل، العظمه تبعت الكاحل والشكل المظهر الخارجي للقدم بتكون منتفخه، فبنشوف انه هذا الشيء بيعني انه في عندي نسب سوائل اعلى محتبسه بالجسم وخاصه بالاطراف. طيب شو نعمل احنا عشان ما يصيبناش احتباس سوائل؟ تمام. في كثير اشياء ممكن نعملها، ولكن اول شغله لازم اعملها اني الجا اولا اني اعمل فحص يسمى الان بودي لحتى اشوف قديش في عندي احتباس سوائل مقارنه مع الكتله العضليه. تمام. الاشخاص اللي عندهم عضل اكثر باجسامهم طبيعي يكون عندهم سوائل، لانه كل كيلو عضل بيحمل معه كيلو مي. فانا اذا شخص بلعب رياضه رح اروح اعمل هذا الفحص لاسس وشوف المكونات الجسم، رح اشوف في عندي سوائل عاليه ولكن سببها هو العضل الموجود عندي. هذا شيء طبيعي. هذا شيء طبيعي يعني. لغير الرياضيين اذا كان عندي العضل معتدل، الدهن عالي والسوائل عالية، هون بيعني إنه أنا عندي احتباس، لأنه عادة السوائل والدهون ما بتجتمع مع بعض. إذا صار في اجتماع للدهون عالية وسوائل عالية يعني في عندي احتباس عالي من المي. هلأ إيش بقدر أعمل لحتى أنا أتخلص من هاي السوائل المحتبسة؟ أول إشي لازم أعرف شو السبب. إذا السبب مشاكل بالكلى فأنا لازم ألجأ لطرق غذائية علاجية للكلى
اولا بعدين بشوف اللي هو المسبب الرئيسي خلينا نحكي بالضبط تمام. ولكن اذا كانت الاسباب عدم استهلاك كميات كافيه من المي فالدراسات بتثبت انه كل ما شربت مي اكثر كل ما جسمك بيتخلص من الاملاح من المعادن من الصوديوم من الالكترولايتس اكثر بيقدر انه يتخلص من السوائل المحتبسه. بالاضافه انه نحن دائما نحاول قد ما بنقدر نحرك الجسم كل ربع ساعه كل ثلث ساعه اذا انا بداوم فترات طويله اذا انا عندي شخص كبير بالسن عايش معي والدي والدتي جدي جدتي احاول كل 10 دقائق ربع ساعه امشيهم شوي ليتحرك تتفعل الدوره الدمويه وما تحتبس السوائل بالاكسترا سيلولر فلويد. بالاضافه للاغذيه اللي هلا رح نتناقش فيها اللي بتخفف من احتباس السوائل. اعطينا من الاغذيه اللي بتخفف من احتباس السوائل. اوكي اول شيء العامل الرئيسي للتخلص من احتباس السوائل هو قطع النشويات. نشويات ما في. ما في نشويات. تمام. عندك احتباس سوائل أو عندك احتباس سوائل بدك تخلصي من هاي السوائل اللي عم تعمل لك ارتفاع بضغط الدم وعم تعمل لك قلة في الراحة ومشاكل بالجسم. قطع النشويات واتباع نظام الغذائي الكيتوزي هو الأفضل للتخلص من الاحتباس. كل جرام حكينا من النشويات بحمل معه 3 جرام من المي. فأنا لما أتخلص من السكر الموجود بالدم لما أتخلص من الجلايكوجين وهو السكر المخزن بالكبد والعضلات على شكل جلايكوجين هون أنا لما أفقد هذا السكر بفقد كل المي اللي معه. فبنشوف أنه بالدايت الكيتو الناس بقولك أنا كتير بحس حالي عندي يورينيشن عندي تبول دائم وهذا الشيء طبيعي لانه الجسم بيتخلص من كل السوائل المحتبسه مع النشويات. نشويات ما فيش. ما في نشويات. بعدين نتفاهم الموضوع. اوكي. يلبس بوسك. غير النشويات. تمام، نرجع لنحكي عن الاملاح. العديد من الدراسات بتثبت انه يفضل تقليل الاملاح لانه الاملاح بتتطلب سوائل لتذوب هاي الاملاح فيها، فكل ما اكلنا ملح اكثر طبيعي انه جسمي رح يحتبس سوائل اكثر، فيفضل تقليل الاملاح وبالاخص الصوديوم، فانا ما بحكي بس عن الملح. أنا بحكي عن محتوى الصوديوم من الملح، عشان هيك في ملح موجود بالسوق يسمى ملح قليل الصوديوم يفضل استهلاكه أو استخدامه من قبل الأشخاص اللي عندها مشاكل في تحكم بنسب الضغط الدم أو احتباس السوائل. اشرح ناكل الملح إيش كمان؟ صعب مش رح تاكل ملح بس بنقلل. في منتج طبيعي كمان اللي هو من قمم الجبال عم بياخذ من جبال هيمالايا. هيمالاين سولت مزبوط فيه نسب أقل من الصوديوم بالضبط. ولكن تقريبا ب 10% يعني لسه الملح قليل الصوديوم يعتبر مصدر أفضل للملح قليل الصوديوم. طيب إحنا عشان تقريبا وقتنا خلص النشويات الملح إيش كمان؟ سريعا. هندبة لازم يوميا ناكل هندبة أو ناكل أو نشرب شاي الهندبة بساعد كتير على التخلص من احتباس السوائل. وبالإضافة إنه الحركة الدائمة عامل أساسي للتخلص من هاي المشاكل. تمام، هو موضوع ترى عميق جدا فيه له أنواع الاحتباس الحراري وبيأثر كلنا على حدة في القلب والكلى والكبد وفي أدوية لازم ناخذها عشان في عنا احتباس حراري. لا درس لك اليوم منيح بس المشكلة ما فيش وقت للأسف ما في وقت والسلام وريحته طالعة صراحة يعني أنا مش مفكر بالاحتباس يعني احتباس عموما رندي يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. دائما منوريتنا في مطبخ رؤيا. شكرا. وشكرا لوجودك دائما معنا والمعلومات القيمه اللي بناخذها من معلومات صح ولا لا؟ 100% صح ولا لا؟ معلومات جيده. نشويات لا يا شبطه بالضبط خلاص هي عامل على فكره بالفعل مؤثر بزياده الوزن هي طبعا بس.